في البالانس شيت في القوائم المالية. بناخذ القيمة زي ما مسجلة حسب المعايير المحاسبية وبنحسب قيمة للسهم. فبكون عندنا البوك فاليو بير شير بده يساوي مجموع الأصول اللي بتملكها الشركة حسب الهيستوريكال كوست تاعها زي ما هو مسجل في البالانس شيت. نشيل منه قيمة الدبت واللي هي تقريبا نفس القيمة المسجلة بالعادة بتكون في البالانس شيت، ونشيل منها البريفيرد ستوك، بعدين بنقسم على عدد الأسهم اللي أوتستاند. هون كان في مثال حكينا عليه، شركة عندها أصول ب$6 مليون وعندها preferred stock و liabilities ب$4.5 مليون وعندها 100,000 سهم outstanding. هذا الحكي بيعني إنه البوك فاليو بير شير لهذا السهم عبارة عن $15 بير شير. حكينا إنه البوك فاليو بير شير بإمكاننا نعتبره إنه conservative estimate of stock value، ولكن إذا في حدا شاف إنه قيمة السهم البوك فاليو بيرش حسب البوك فاليو بيرش أعلى is overstated. شو يعني overstated؟ معنى إنه مبالغ فيها، أو إنه قيمة liabilities is understated بمعنى إنه الشركة عليها ديون أكبر من ما موجود في الحقيقة، عليها ديون أكبر من ما موجود في البالانس شيت. فبهاي الحالة ممكن إنه قيمة السهم تكون أقل من البوك فاليو بيرش. كمان مرة، إذا المستثمرين بيعتقدوا إن قيمة الأصول تاعت الشركة زي ما هي مسجلة في القوائم المالية مبالغ فيها وقيمتها الفعلية أقل من القيمة المسجلة عليها في القوائم المالية، أو إنه قيمة الديون اللي على الشركة مش معكوسة بشكل كامل في القوائم المالية، فبهاي الحالة ممكن إنه القيمة السوقية للسهم تكون أقل من البوك فاليو بير شير. طبعاً الأولى تعتمد على القيمة الفعلية الماركت فاليو أوف أسيتس، فممكن في أسيتس معينة قيمتها نزلت ولكن هذا الإشي ما انعكس على الفاينانشال ستيتمنتس تاعتنا. والثاني لها خص في ممكن فرود او whatever اللي ممكن يؤدي ان الشركة تسجل liabilities على قيمة اقل من القيمة الفعلية. بعدين في عندنا liquidation value per share، كان هذيك البوك value per share حسب القيمة الموجودة في القوائم المالية، بينما liquidation value per share اللي هي حسب القيمة السوقية اليوم. بمعنى آخر، لو جينا وصفينا الشركة اليوم وبعنا كل الأملاك اللي عندها، قديش هاي الأملاك بتجيب مصاري وقديش راح يضل في عنا للأسهم العادية. فهي المعادلة بس بنستخدم إحنا الماركت فاليو. لنفس السؤال اللي قبل، إذا قيمة الليابيليتيز وقيمة حتى نعملها القانون بتاعها، فالليكويديشن فاليو بير شير ماركت فاليو توتال اسيت، نشيل منه فالليكويديشن فاليو بير شير بيكون الماركت فاليو اوف توتال اسيتس مشيول منه الديبت مشيول منه البريفيرد ستوك. طبعا ماركت فاليو هاي كمان نقسمه على النمبر اوف شيرز اوتستاندينج، هاي نحط جنبها ام في، معنى انه ماركت فاليو. طيب نيجي بنطبق هذا الحكي على القانون كمان مرة. هون بحكي لنا انه نفس الشركة هي لامار كومباني كان ممكن انه تبيع الاملاك او الاصول اللي عندها على $6.25 مليون
فبهي الحالة بنغير قيمة الأصول ل 6.25 مليون دولار وبنرجع بنطبق على القانون وبنشوف إنه في هاي الحالة liquidation value liability هي نفسها الدبت صحيح. عم نحكي إحنا يعني هي total liabilities هاي مش بس debt. total liabilities هون كمان total liabilities يعني بنشيل كل الديون اللي على الشركة. طيب فهنا في الحالة لما قيمة الأصول الفعلية أعلى من البوك فاليو تاعها فأكيد راح يطلع liquidation value أعلى من البوك فاليو بير شير. بعدين في عنا إشي بنسميه price earning multiple. price earning multiple جاي من PE ratio. PE ratio واحد من الراتيوز اللي درسناهم احنا كمان في المواد المادة اللي قبل في الفاينانس prerequisite تاع هاي المادة واللي كان بيحكي انه price earning ratio بيساوي اكتبها كنا نسميه PE ratio بيساوي market price مقسوم على earning per share. مش هيك؟ كنا نحكي كل ما يزيد هذا الريشيو اللي هو ريشيو كتير كتير مهم كل ما يزيد بيعكس كونفيدنس أعلى بهاي الشركة. بمعنى آخر لما بزيد البرايس ايرنينج ريشيو هذا بيعني إنه سعر السهم صار أضعاف أضعاف حصة كل سهم من الأرباح. كل ما تزيد هاي الأضعاف كل ما كانت ثقة المستثمرين في هذا السهم أعلى وكل ما تنزل كل ما بتكون ثقة المستثمرين بالسهم أقل. هلأ إحنا في هذا التشابتر عم بنحاول نلاقي قيمة للسهم يعني عم بنحاول نلاقي price للسهم من خلال الطرق المختلفة. وبالعادة للشركات زي الستارتابس والشركات اللي فتحت جديد لسه ما بيكون في عنا فكرة عن the price earning ratio تاعهم وما في عندنا فكرة على قديش السهم ممكن انه يسوى. ولكن واحدة من الطرق اللي بنستخدمها او الممكن نستخدمها اللي هي بنسميها price earning multiple. في الحالة احنا بنرجع بنعكس المعادلة اللي كانت عندنا قبل فبنحكي انه الفاليو بتاع السهم بده يساوي price earning ratio مضروب في earning per share. earning per share هي جاي من حصة كل سهم الأرباح ولو حتى هذا إشي متوفر لكل شركة إذا اشتغلت هذيك السنة وعندها أرباح. وبعدين في عنا price earning ratio. price earning ratio لأنه ما عنا إياه للشركة نفسها اللي نحكي عليها بإمكاننا نستعين بالريشيو تاع الاندستري. بمعنى آخر إذا إحنا بنحكي عن شركة مثلا بتشتغل في التكنولوجيا شركات التكنولوجيا بالعادة price earning ratio تاعها بيكون متقارب. فهون بنيجي بنحكي انه احنا ما في عندنا price earning ratio للشركة تاعتنا ولكن في شركات تشبهها بالسوق تشتغل نفس القطاع لنفس الحجم موجود لها حسابات price earning ratio. فبنستخدم الافريج تاع هذا الريشيو للاندستري او للcomparative firms وبنضربه في حصة كل سهم من ارباح الشركة اللي بنحكي عليها الآخر بعطينا قيمة ممكن نستخدمها كإنديكيتر لقديش السهم تاع هاي الشركة بسوى. فهذا بالنسبة للprice earning ratio. وببساطة هنا بصير price earning ratio عبارة عن earning per share مضروب في price earning يعني value of the stock بصير يساوي earning per share مضروب في price earning ratio تاع الاندستري أو تاع الcomparative firms. هذا إشي إحنا نطلعه يا إما من التقارير المالية يا إما إحنا نحسبه. طيب هنا في عنا example لامار كومباني بتتوقع إنه راح تربح 1.9 دولار per share next year وهاي
النكست يير مهمة كتير لأنه كان لها علاقة في واحدة من المالتيبل تشويس اللي أجتكم في السؤال. لما إحنا بنعمل valuation بغض النظر هذا valuation للبوند للستوك للإنفستمنت للبروجيكت أي نوع valuation بيعتمد على الفيوتشر كاش فلوس. يعني كل الفالويشن اللي إحنا سويناه كنا بنتوقع شو راح يجينا تدفقات نقدية في المستقبل بعدين نرجع قيمة هاي التدفقات النقدية ومجموعها للقيمة الحالية. فعملية التقييم تعتمد على future cash flows بينما الhistorical cash flows الكاش فلوز القديمة ممكن أنه تعطينا ترند معين لوين توجهات future cash flows ممكن من خلالها نبني موديل ونتنبأ في future cash flows ولكن الفاليو تاع الشركة جاي من شو بتقدم لي في المستقبل مش من شو قدمت لي في الماضي. الماضي راح احنا كلنا بنعرف شو صار في الماضي كل الشغلات اللي صارت في الماضي already معكوسة على سعر السهم تاع الشركة ما في معلومات زيادة نقدر نأخذها من غاد غير انه هادي الأداء في الماضي بسمح لنا انه او بساعدنا انه نعمل بساعدنا مش بسمح لنا بساعدنا انه ممكن نعمل من خلاله تنبؤ في جملة توقع يصير في المستقبل ولكن التدفقات النقدية المستقبلية هي اللي تستخدم في إعطاء قيمة للسهم أو للسند أو لأي استثمار تاني. فبكل هذا الشغل دائما بهمنا المستقبل أكثر من ما بهمنا الماضي وبالعادة بنستخدم الماضي عشان نقدر نقيم الأدوات المختلفة اللي بنستخدمها عشان نعطي قيمة للسهم. اوكي فحكينا ان الارنينج بير شير بيساوي 1.9 البرايس ارنينج ريشيو للاندستري اللي بتشتغل فيها لامار كومباني عباره عن 14 فببساطه بنيجي بنحكي ان هذا السهم بسوى 1.9 مضروب في 14 يعني 26.6 دولار حسب البرايس ارنينج مالتيبل ابروتش. طيب هنا decision making and stock value كيف القرارات اللي بتاخدها الشركة كيف القرارات اللي بتاخدها إدارة الشركة والناس القائمة على الشركة ممكن تأثر على قيمة السهم. فالقرار اللي بتاخده الشركة بالعادة يا أما بده يأثر على أرباح الشركة وبنفس الوقت بده يأثر على مستوى المخاطرة اللي بتاخده الشركة. بمعنى آخر إذا الشركة بده تخفف من مستوى المخاطرة اللي بتتحمله فبهي الحالة بالعادة بتبع هذا الإشي انخفاض في الأرباح وإذا الشركة بدها تزيد أرباحها فهي مضطرة أنه تزيد من المخاطرة اللي بتتحملها. فبهذا الحكي بعملنا trade off ما بين البروفيت والريتيرن بمعنى إذا بدنا أرباح أكثر إحنا مضطرين إنه نتحمل مخاطرة أعلى وإذا بدنا نخفف المخاطرة تاعتنا فبهاي الحالة إحنا بالعادة مضطرين أن نتنازل عن أرباح معينة. فالقرار اللي بتاخده الشركة راح يأثر يا إما على الأرباح يا إما على مستوى المخاطرة. بالنسبة لنا الأرباح معكوسة بشغلتين. الشغلة الأولى اللي تعكس الأرباح هي مستوى توزيعات الأرباح تاعت الشركة الحالية والمستقبلية. الحالية اللي هي من دي زيرو والمستقبلية اللي هي جاي من مستوى الجروث في الديفيدنس. وبالنسبة للمخاطرة ففي عنا الريكوايرد ريتيرن اللي احنا نفترض انه يعكس مستوى المخاطرة تاعت الشركة وهذا الحكي موجود في الكونستنت جروث موديل اللي احنا بنشتغل معه. فإذا نيجي بنشوف هون إذا أرباح الشركة طلعت بمعنى توزيعات الأرباح كمان تاعت الشركة متوقع إنها تطلع فبهاي الحالة سعر السهم راح يزيد. إذا مستوى المخاطرة زاد فالريكوايرد ريتيرن راح يزيد وإذا زاد الريكوايرد ريتيرن فقيمة السهم راح تنزل وإذا توقعات المستقبلية لأداء الشركة بناء على القرارات الحالية اللي الشركة عم تاخدها كانت أفضل متوقع أن الشركة تنمو بشكل كبير فبحالة جي راح تزيد الـ growth rate of dividends راح يزيد وإذا جي زادت
فالبرايس تاع السهم راح يزيد. ليش سعر السهم راح يزيد؟ لأنه جي موجودة تحت المقام وقدامها إشارة سالب، فلما جي بتزيد بي بتزيد. فهنا بالآخر بنختصر هذا الحكي وبنحكي إنه في علاقة مباشرة ما بين توزيعات الأرباح وسعر السهم، وفي علاقة مباشرة ما بين growth rate and dividends وسعر السهم، في علاقة عكسية ما بين required return ومستوى المخاطرة وسعر السهم. طيب، وهذا الحكي بإمكاننا نشوفه هون. يعني إحنا إذا فينا معطيات معينة وبنيجي بنغير R أو بنغير G أو بنغير D0، بنشوف شو بصير بسعر السهم. هذا إشي فرجيتكم هي المحاضرة الماضية من خلال الإكسل. وهنا بنرجع عم نتذكر شو كنا نعرف قبل، إنه R عبارة عن Risk Free Rate زائد Real Risk Free Rate زائد Inflation Premium زائد Risk Premium. فالRisk هو جزء من الكومبوننتس تاعت Required Return، عشان هيك لما يزيد الRisk متوقع إنه R تزيد، وإذا R زادت متوقع إنه قيمة السهم تنزل. طيب، بالنهاية كفاءة القرار اللي بتخطو إدارة الشركة بيعتمد على التريد اوف وفهمهم للتريد اوف ما بين ريسك وريتيرن. إذا قدرنا نزيد الأرباح ولكن نحد من الزيادة في المخاطرة، فأكيد قيمة السهم راح تطلع. إذا إدارة الشركة زادت الأرباح ولكن في نفس الوقت المخاطر زادت بشكل كتير كبير، في باقي الحالة سعر السهم راح ينزل. فبتصفي هنا الكومبايند إفكت، بحاجة لأن ندرسه منيح ونعرف كيف كل قرار راح يأثر على المخاطرة والربح، عشان نعرف هل هذا قرار مناسب لنأخذه، هل هذا قرار بيعمل maximization of wealth of the shareholders ولا ما بيعمل maximization of the wealth. بهيك بنكون غطينا المادة تاعت chapter 7. وننتقل لحل الأسئلة. في حدا عنده أي سؤال؟ كل شيء حكيت عنه واضح؟ طيب تمام. بس اعمل ابديت لحل الاسئله. Review of Learning إشي إلكم تستخدموه عشان تراجعوا شو درستوا في هذا الشابتر. بالنسبة للإكسل مش عارف إذا حفظته أو لا عندي على الجهاز، بس إذا حافظه ببعث لكم إياه. عملتلكم رفعتلكم كمان هلأ الأسئلة تاعت Chapter 7 مع الحل تاعهم على السلايدز. هات نفتح عليه. طيب، فهنا عنا solutions to problem sets بدنا نمرق فيهم. طبعا نبلش بالشغلات السهلة اللي هي problems الأولى، وبعدين بنصير ننتقل شوي شوي. كل إشي درسناه في هذا الشابتر مغطى في problems اللي موجودة هون. إذا في عندكم أي سؤال تاني بتحبون نحله مع بعض كمان نقدر نحله، ما في مشكلة بهذا الإشي. طيب، السؤال الأول بيحكي إنه Aspen Corporation Charter authorizes issuance of 2 million shares of common stock. يعني هاي الشركة Aspen مسموح لها تصدر 2 مليون سهم.
حاليا الشركة مصدرة عم بتم تداوله، يعني الأسهم التي يتم تداولها بالسوق عبارة عن 1,400,000 سهم، والشركة عندها 100,000 سهم في التريجري ستوك. The firm wishes to raise 48 million for a plant expansion. الشركة بدها 48 مليون. Discussion with its investment bankers indicate that the sale of new common stock will net the firm $60 per share. يعني إذا الشركة بدها تصدر أسهم جديدة فبإمكانها تحصل من كل سهم $60. طبعاً ليش حطين نت the firm؟ لأنه في حصة بخدها الانفستمنت بانكر، فمش هذا السعر اللي راح ينباع عليه السهم، لكن هذا اللي راح يضل للشركة من بيع كل سهم. سؤال بيحكي what is the maximum number of shares, new shares of common stock that the firm can sell without receiving further authorization from shareholders. شو يعني قديش الشركة بتقدر تصدر أسهم بدون ما تحتاج لترخيص ومعاملات من مراقب الشركات، الجهة المسؤولة عن مراقبة الشركات. طيب الشركة مسموح لها تصدر 2 مليون سهم، عم بتداول بالسوق 1,400,000 سهم، وفي عنا 100,000 سهم في التريجري ستوك. قديش ضايل مسموح للشركة انه تصدر؟ ضايل 500,000 سهم. ليش؟ انه في عنا 2 مليون مسموح لتصدرهم، 1,400,000 اوريدي موجودين هي شطبناهم، ضل 600,000. في التريجري ستوك 100,000 سهم، 100,000 سهم هذول الشركة اوريدي اصدرتهم ورجعت شرتهم، فموجودين عندها في الشركة، فهي 500,000 سهم. بس التريجري ستوك هاي كمان الشركة بتقدر ترجع تبيعهم، فالشركة تقدر تبيع لحد 600,000 سهم للمستثمر. طيب judging on the basis of the data given and your findings in part A, will the firm be able to raise the needed funds without receiving further authorization? يعني هل الأسهم هاي 600,000 سهم الشركة بتقدر تبيعهم للناس كافية لأنه يجيبوا لها 48 مليون؟ كيف بدنا نعرف؟ نضرب 600,000 في $60 ونشوف قديش رح يجي للشركة على كل سهم. فالشركة بحاجة لأنها تبيع 800,000 سهم عشان تجيب 48 مليون. إذا الشركة بحاجة لأنها تبيع 800,000 سهم فلسه لازمها تصدر كمان 200,000 سهم جداد، غير 500,000 سهم اللي مسموح لها تصدرهم، غير 100,000 سهم الموجودين عندها في التريجري ستوك بدها تصدر كمان 200,000 سهم. طيب واضح هذا الاشي؟ في حدا عنده استفسار سؤال؟ لا بتقدر تحصل، يعني بتقدر تقدم طلب وتحصل على الموافقات اللازمة وبصير مسموح لها أن تصدر فوق 2 مليون سهم. هي حسب المعاملات اللي كانت عملتها من قبل مسموح لها 2 مليون هلأ. إذا بدك تبيع فوق 2 مليون لازم تمشي في المعاملات مع هي سوق رأس المال والبورصة عشان تقدر تبيع كمان 200,000 سهم. طيب هذا السؤال بيحكي على الـ cumulative والـ non-cumulative preferred stock. في الـ cumulative حكينا انه الارباح تجميعية، يعني اذا الشركة ما دفعت ارباح في سنة معينة فهي ملزمة انها تدفعها بسنين اللي جاي، وفي الـ non-cumulative خلص الشركة ما دفعتش هاي السنة راحت على حاملي الـ preferred stock. فهنا هذا السؤال بيحكي لنا how many dollars of preferred dividends per share must be paid to preferred stockholders in the current period before common stock dividends are paid. سؤال بيحكي حسب المعطيات اللي موجودة عندنا تحت هاي قديش لازم الشركة تدفع توزيع أرباح الأسهم الممتازة خلال الفترة الحالية وقبل ما تقدر تدفع أي توزيعات أرباح لحاملي الأسهم العادي. فأي قيمة السهم البار فاليو، مش قيمة السهم، بار فاليو القيمة الإسمية للسهم $80،
كل سهم حصته $4. الشركة فوتت دفعات 3 فترات، يعني 3 فترات قبل الفترة الحالية الشركة فوتت دفعات. في الفترة الحالية قديش الشركة لازم توزع أرباح؟ الشركة بدها توزع عن 3 فترات اللي فاتوا لأنه كيوميليتيف، فبدها توزع 4 و4 و4، يعني 3 × 4 = 12، وبدها توزع كمان أرباح تاعت هاي الفترة، فبدها توزع قديش؟ بدها توزع $16. سوري لازم أرد على التليفون. طيب سوري، يعني هي لازم احكي لكم شغله. انا المشكله انه مش بس بدرس في الجامعه وعندي مسؤوليه ثانيه اداريه، ف مرات بيكون في كارثه لازم اتبع عليها، بكون رنوا 4 5 مرات، فبعتذر اذا موقف المحاضره هيك، يعني بريك لكم هي، بس كمان انه شيء لازم اعتذر عنه. طيب نرجع للسؤال اللي كنا عم بنحل فيه. طيب مش رح احسبها من البريك، تخافوش. المهم هنا بنحكي احنا عن الكيوميليتيف نون كيوميليتيف بريفيرد ستوك. حكينا الاول بدفع $4، الثاني بدفع 2%، هذا بار ونو بار. فهذا لما بنحطه هنا 2% معناه انه هذا بار preferred stock، وهذا $4 هي عبارة عن no par preferred stock. فهيك صار في عندنا الفرق ما بين cumulative non cumulative par و no par preferred stock.
بعدين هنا في الفترات الدفعات اللي فوتتها الشركة. الدفعات اللي فوتتها الشركة هي الدفعات اللي فوتتها في الماضي. فبمعنى لا إيه الشركة فوتت ثلاث دفعات وفي عنا الدفعة الحالية، فملزم الشركة إنها تدفع أربع دفعات فائدة للبريفيرد ستوك في هاي الحالة، ثلاثة الماضيات والدفعة الحالية. هذا الحكي اللي إحنا بنشوفه في الحل هون. فلما بنشوف A مثلا، A بدفع $4 بالسنة، فوت أربع دفعات، فأربعة في أربعة $16، وهذا الإشي اللي بنشوفه لجواب لA. B بدفع 2% من البار فاليو، يعني 2% مضروبة في 110,000 دولار، مازال 2% ضرب 110,000 دولار، يعني كل سنة بدفع $2.2، ولكن فوت دفعتين، ولكن non-cumulative بمعنى خلص هذا بس بأخذ دفعة السنة هاي، الدفعات الماضية اللي راح راح. هذا الاشي المفروض نشوفه هون، فهذا 2.2. ليش؟ لأنه non-cumulative preferred stock دفعات الماضية بتروح. هذا $3 بغض النظر شو الدفعات القديمة، لأنه non-cumulative فبأخذ $3، وهيك بنشوف الجواب هون 3. بعدين في عندنا cumulative 60 ضرب 1.5% من $60. 1.5 ضرب 60 يعني بنحكي عن $0.9 per year، فزال 0.9 فوت أربع دفعات، فبنحكي عن 0.9 ضرب 5 اللي هي أربعة ماضيين والسنة الحالية، فبطلع $4.5. قديش لازم تدفع كامل الشركة هاي السنة للسهم رقم D. بعدين في عنا السهم رقم E، 3% بار فاليو 70 دولار، 3% في 70 يعني نحكي عن $2.1. فيش ولا دفعة قديمة فاتت الشركة، الشركة ملزمة انها تدفع الدفعة تاعت هاي السنة، فالشركة راح تدفع $2.1. هذا زي ما احنا شايفينه. في استفسار عن هذا السؤال؟ A و C هون لما بنحكي نسبة، النسبة بتكون من البار فاليو، يعني بضرب النسبة ضرب البار فاليو، بينما لما تكون قيمة فخلص احنا بناخذ القيمة زي ما هي. فهاي الشركة توزيع الأرباح لكل فترة بساوي $4، هاي بساوي 2.2 دولار، لأنه 2% ضرب 110، هاي يساوي $3، هاي يساوي 1.5% ضرب 60 يعني $0.9، وهاي يساوي 3% ضرب 70 يعني $2.1. فهاي الأرقام اللي هلأ حكيتها هي توزيع الأرباح في كل فترة على الـ preferred stock. طيب سؤال 7-5، بدنا نحكي عن الكونستنت جروث موديل. انتو هلا محللين ماليين بتشتغلوا لإيلايت انفستمنت كومباني، عم بتفتشوا على اندر فاليود سيكيورتيز عشان تستثمروا فيها في المحفظة تاعت الشركة. بعد ما فتشتوا السوق لقيتوا انه ستوك A وستوك B ممكن يكونوا اسهم potential انكم تستثمروا فيها. ستوك اي عم بنباع حاليا على $100، بوزع ارباح $6، وفي constant growth rate في dividends 5%. مش سمعيني؟ سمعين ولا لا؟ طيب مين مش سامع؟ مش سامع، مش راح يسمعني وانا بحكي اذا مش سامع. طيب مين اكتب؟
في حدا مش سامع؟ طيب بجميع الأحوال يعني إحنا هلأ صار وقت البريك، فبنأخذ بريك 5 دقايق لأنه إحنا ما شرحنا كثير اليوم، وبنرجع ونكمل على problem 7.5. إذا حدا عنده مشكلة بالصوت تطلع يدخل أو حاول يحل المشكلة. بنان تفضلي. المطلوب من الاساينمنت انه بدنا نروح، انا حطيت لكم مرئتين، واحده بحث لحدا بس بحث يعني مش بحث مرتب، بحث هيك شغل جامعات. فياتو ومادة من كتاب. مادة من الكتاب والبحث هذا بيحكوا عن طرق مختلفة ممكن إن نستخدمها لنعطي value للسهم، بعض المشاكل في هاي الطرق، إيش في بدائل عنها، بطوروا في الطرق اللي إحنا درسناهم في هاي المادة وما إلى ذلك. بمعنى إنه هذا امتداد المادة اللي إحنا غطيناها في هذا الكورس بالنسبة للستوك valuation. المطلوب منكم تروحوا تطلعوا على هاي المادة وتنقوا موضوعين، أو هم مش موضوعين، طريقتين إجداد لا نعطي قيمة فيهم للسهم. هذول الطريقتين إحنا ما درسناهم في المادة تاعتنا، وبدنا تعطوني نقاش عن هذول الطريقتين، شو هم هذول الطريقتين، وين جاي الفكرة تاعتهم، شو المشاكل الموجودة فيهم، شو حسناتهم، شو الفائدة اللي ممكن تيجي منهم مقارنة بطرق تانية وما إلى ذلك. يعني نقاش مش ضروري مثال حل، بس اللي بحب يحط مثال مش غلط يحط. المهم انا توصلوا لي انه انتم فاهمين هاي الطرق الجديده اللي عم تحكوا عليها، وممكن انه يعني اذا اعطيتكم معطيات للطريقه الجديده اللي بتحكوا عليها انه تقدروا تحلوها. طرق بالضبط، طرق ما انشرحت في الماده. محاضره يوم السبت برفع لكم اياها على اليوتيوب. هلا بس اسحبهم بنزلهم على اليوتيوب تقلقوا. آيات يعني هذا إشي أنا بحللكم إياه ما تقلقوا فيه. يعني كثير كان عندي كيسز، أو مش كثير يعني كان في أكمل كيس هيك، وإذا ببين معي إنه حدا قطع معه النت أو قطعت الكهرباء خلال الكويز يحكي لي يعني، وبن بالآخر إذا صارت في مشاكل بنحلها. يعني مشاكل التقنية محلولة ما تقلقوا فيه. ما بعرف عن هذا الشيء.
لا راح ابعث لكم، بعث لكم بحث، بعث لكم ماده كتاب، بدي اياكم تطلعوا منها الطرق بالضبط. بالضبط الطرق اللي ما اخذتوها في الماده، بس بديش كل الطرق، بدي طريقتين بس او مفهومين احنا ما غطيناهم في الماده. يعني بدي انتم تروحوا تقراوا عن طرق جديده غير الاشي اللي احنا اخذناه. انا بعت لكم انا بعت لكم شغلات ممكن تختاروا منها، بس ما عندي مشكله اذا حدا بيجيب شيء من برا من برا الماده اللي بعتها، بس راح يصير اصعب الماده اللي بعتها تغطي معظم الطرق. فهي مطلوب هو اكثر منكم تروحوا تقراوا بعدين بناء على القراءه اللي بتعملوها تفتشوا على شيء اسهل. ممكن يكون مفهوم لكم، إذا هذا مش مفهوم لكم تكتبوا
طيب هاي رفعت لكم ملف الاكسل كمان اللي حلينا عليه dividend discount model, free cash flow valuation model. بس زي ما حكيت لما اشتغلت على ملف الاكسل, مش بالضرورة يعني هذا بيختلف عن ملفات الاكسل اللي بعتها قبل, بمعنى انه هذا لازم انتم تبنوه لحالكم. يعني الاشي اللي بعت لكم اياه بساعدكم تبنوا الاكسل لحالكم, بس ما بتقدروا تستخدموه زي ما هو. فنروري نفهم كل شيء صار غاد شو كاتب أنا في المعادلات, عشان ما بيجيكم سؤال تقدروا تعملوا نفس الشيء بس في معطيات مختلفة. طيب نرجع لحل الأسئلة. محاضرة السبت بس أسحبها, يعني هلا بس تخلص المحاضرة بسحبها وبنزلها على اليوتيوب. هي المفروض إني نزلتها, لحظة أنا نزلت يوم السبت كل شيء. أتأكد من يوتيوب. أنا منزل محاضرتين لا يوم السبت. طيب نزل لكم محاضرة يوم السبت لسه مش نازلة. طيب في assignment, هذا assignment خفيف هيك بس في assignment تطبيقي فعلي, يعني تطبيقي على أسهم وأسعار أسهم وكل هذا الحكي. خليكم أنتوا تروحوا تبنوا portfolio undervalued overvalued stocks. المهم سؤال 7.5 بيحكي أنه أنتوا زي ما حكينا financial analysts قدامكم خيارين, يا A يا B. خيار A سعره $100 بدفع $6 dividends وجي بالنسبة له هي 5%. stock B حاليا عم بنباع على $60 وبدفع $5 dividends per year. بحكي لنا اذا required return للسهمين عبارة عن 10%, قديش بتدفع على A قديش تدفع على B وانو واحدة بتختار. فهنا بدنا نيجي نحسب قيمة لكل سهم. الاول عندنا constant growth model, تاني في عندنا zero growth model, وبنطبق على الأرقام زي ما هي موجودة عندنا. بالنسبة للأول عندنا D1 اللي هي $6. ليش أخذنا $6؟ لأنه هاي expected dividend of $6. expected يعني هاي اللي جاي مش هاي اللي قبضناها. الثاني بيحكي لنا انه $5 paid each year, بمعنى انه كل سنه بدفع $5, فهو مش معطينا growth rate. بمعنى اخر اذا بتدفع كل سنه $5 فاحنا السنه الجاي كمان بنتوقع انه تكون $5. فما زال expected هي 6, فبنستخدم الستة زي ما هي, بنقسم على 10 ناقص 5 بيطلع الاول الانترنزك فاليو تاعته $120. الثاني بنستخدم الزيرو growth model, 5 على 10% بيطلع الانترنزك فاليو $50. الأول عم بنباع بالسوق في $100, فبمعنى آخر الأول is undervalued, يعني عم بنباع بالسوق في $100 ولكن حسب حساباتنا إحنا هو بسوى $120. الثاني عم بنباع بالسوق $60 بس حسب الحسابات اللي عملناها بسوى $50. فبهاي الحالة الستوك A is undervalued, وإذا بدنا نشتري فإحنا رح نشتري ستوك A مش ستوك B. واضح الحل؟ حدا عنده اذا حدا عنده سؤال يحكي, اذا ما في اسئله راح اضل اكمل احل. فلما حدا عنده سؤال يبعث شو حضل اسال. واضح؟ طيب كمان مره عندنا سهمين, عندنا السهم A, نعمل كتابه, عندنا السهم A البرايس ل A يساوي 100,
ماركت برايس D1 ل A تساوي 6 دولار، في عندنا G ل A تساوي 5% و R ل 2 تساوي 10%. البرايس ل B بيساوي 60 دولار و D1 ل B تساوي 5 دولار و G ل B تساوي 0. حسب هاي المعطيات مسكناها وطبقنا على القوانين اللي عنا، طلعت معنا الحسابات زي ما درسنا في المادة تطبيق مباشر على القوانين. لما حسبنا سعر A طلع معنا انه A بسوى حسب ال constant growth model 120 دولار، فحسب الحسابات تاعتنا السهم بسوى اكثر من السعر اللي عم بنباع عليه هلا في السوق، فده بيعني السهم is undervalued حسب هاي الحسابات، ف it is a good investment opportunity لأنه بسوى أكثر من السعر اللي عم بتداول عليه. بينما بي حسب حساباتنا بسوى 50 دولار بس عم بنباع بالسوق بستين دولار، فهو أوفر فاليود، هذا السهم مش لازم نستثمر فيه. كيف قررنا الطريقة نحل فيها؟ حسب معطيات السؤال، يعني هاي المعطيات مازال في growth rate وفي عندنا expected dividend للسنة الجاي، فإحنا هنا بنحكي عن constant growth model فنستخدم constant growth model. هون جي تساوي زيرو فاحنا نستخدم الزيرو جروث موديل، او بامكاننا كان نستخدم نفس هذا القانون بس محل جي بنحط صفر فبتصفي هاي. يعني لما بيكون في عنا مثل هيك معطيات، لما بيكون في عنا required return و dividend بامكاننا نستخدم constant growth model. طيب السؤال اللي بعده، في عنا preferred stock لنعملها evaluation. The value of the preferred stock عبارة عن 100 دولار وبتدفع توزيعات أرباح سنوية 5.3 دولار per share، وإذا R عبارة عن 7%. فمعطيات اللي عنا، عنا D عنا R عنا market price. What is the market value؟ عنا the par value، sorry. في عنا the par value، عندنا الديفيدند وعندنا ار. بحكي لنا شو الماركت فاليو لهذا البريفيرد ستوك؟ ببساطه عندنا زيرو جروث موديل. ليش؟ انا عندنا ديفيدند بدفعها ثابته بير يير 5.3 وعندنا ار بنحكي 5.3 على 7%، واذا بدها تطلع 75.71 دولار. بحكي لنا هون انه خلينا نفترض انه هذا الشخص المستثمر شرى السهم اليوم على 71 فاصل على 75.71 دولار، و ضل حامل هذا السهم لمدة سنة كاملة، بس لما خلصت هاي السنة صار required return 8%. ففي نهاية السنة الجاي قديش راح تكون قيمة السهم؟ الاشي الوحيد اللي تغير هي R، فبنرجع بنعمل نفس الحساب، نحكي 5.3 مقسوم على 8%، فبعطينا انه قيمة السهم السنة الجاي اذا R صارت 8% راح تكون 66.25 دولار. قديش ربح هذا المستثمر على الاستثمار في السهم اللي بنحكي عليه هون؟ في لها طريقة حساب رح نحكي عليها في تشابتر 8، بس هون بكون خسر، لأنه ليش خسر؟ أجا 5.3 دولار بس في المقابل نزلت قيمة السهم من 75 دولار ل 66 دولار، فهو خسر الفرقية ما بين قيمة السهم لما شراه وقيمة السهم لما باعه، و بنضيف عليهم قديش اجاه ارباح، فبالاخر بيطلع خسران تقريبا 4 دولار وشوي. تقريبا 5 دولار بيطلع خسران. طيب واللي هي لما بنحولها للبرسنتج بتطلع 5.5%، بس هذا بنحكي عنه في تشابتر الجاي. كونستنت جروث، في عنا كاندي بتدفع راح تدفع ديفيدنس 72 سنت السنة الجاي، السي اي او تاع الشركة حكى انه الشركة راح تحافظ على constant growth rate 7% per year every year from now on. يعني من هون يعني خلص هلا قررت 7% هي راح تكون growth rate في الديفيدنس خلال كل السنين اللي جاي.
قديش مستعدين تدفعوا لهذا السهم إذا كانت R تساوي 10%، قديش مستعدين تدفعوا لهذا السهم إذا كانت R تساوي 8%، بناء على الجواب اللي رح يطلع معنا بدنا نعطي one disadvantage of the constant growth model. ولما نيجي على حل السؤال تطبيق مباشر على القانون، هاي الـ O point هي للـ O point 72، فـ O point 72 مقسومة على 3% اللي هي 10 ناقص 7، بحكي لي أنه قيمة السهم لما R بتكون 10% عبارة عن $24، إذا استخدمنا R 8% قيمة السهم بتصير $72، فنشوف أنه تغير 2% في R أدى لأنه قيمة السهم تزيد بأكثر من 2.5. فبهذه الحالة بإمكاننا نحكي إنه أي تغير بسيط في الـ required return راح يؤدي لتغير كتير كبير بقيمة السهم، وهذه واحدة من الـ disadvantages تاعت الـ constant growth model. بمعنى أي تغير بسيط في المعطيات راح يؤدي لتغير كتير كبير بقيمة السهم، وهذا disadvantage تعتبر لأنه كمان الـ required return هو إشي إحنا بنقدره، والديفيدنت هي شيء احنا بنتوقعه، والجروث ريت كمان شيء احنا بنتوقعه. فبما ان كل هذا الحكي مبني على فرضيات واسامبشنز وتكهنات، فبهي الحاله كمان الكونستنت جروث موديل حيكون كتير سنسيتيف لاي تغير في هاي الاسامبشنز اللي احنا بنعملها. هي بس مكتوبة غلط، يعني هي 0.72 بس الصفر جاي برا المعادلة، بس معادلة بدها تعديل، بس هي احنا هنا 0.72 مش 72. طيب سؤال 17، بدكم تشتروا سهم، عم بتحللوا في سهم تاع الفيرست هيلث كومباني واللي سهمها حالياً عم بنباع في $78. الشركة حالياً، خلينا ننتبه هاي just paid مش is expected to pay ولا will pay، just paid يعني دفعت وخلصت $5 هاي السنة، and it is expected، هلأ هنا بنحكي عن المستقبل، نتوقع إنه dividend will grow at 4% in the coming 2 years. هاي بدها timeline. تايبلاين تاعنا بحكي كالتالي، طيب الشركة اليوم دفعت $5، تمام، خلال السنتين الجايات، هاي السنة هاي سنتين، نتوقع انه هاي الشركة راح تنمو توزيعات الأرباح تاعتها بخمسة، فجي 1 تساوي 5% خلال الفترة الأولى، وخلال الفترة الثانية استنى 4%، هاي مش 5%، فجي 1 تساوي 4%، خلال الفترة الثانية اللي هي من بعد السنة الثانية للأبد جي 2 راح تكون 5%. بيجي بيحكي لنا نتوقع انه الـ R تساوي 12%، هاي R تساوي 12%، طيب بحكينا لقينا قيمة السهم باستخدام الـ 2 stage dividend discount model. ليش 2 stage dividend discount model؟ لأنه في عنا stage 1 و stage 2، فإذا كان في عنا 3G بصير 3 stage، إذا 4G بصير 4 stage. بحكينا is the stock fairly priced, overpriced ولا underpriced؟ عشان نحل هذا السؤال أول إشي بدنا نسويه شو هو؟ بدنا نحسب D1، بدنا نحسب D2،
وبدنا نحسب دي 3 وبعدين بدنا نحسب بي 2 قديش السهم رح يسوى في نهاية السنة الثانية، وبعد ما نحسب كل هدول نعملهم ديسكاونتينج ونرجعهم لقيمتهم الحالية. فنشوف هون شو عاملين هم. هاي في عنا دي 1 3.19. كيف حسبناها هاي 3.19؟ D1 تساوي آخر دفعة اندفعت على السهم قديش كانت؟ 5 دولار. طيب هاي المعطيات كلها غلط، عم تحسب لإشي تاني. خلينا معناته احنا بنحل هذا السؤال بدون ما حلو على الاكسل. هتاخدكم على الاكسل. هذا الإكسل G1 تساوي 4% 2 years، G2 5% forever، D0 $5، R عبارة عن 12%، و في ام برايس تاع الماركت $78. مش هيك؟ صحيح. طيب بدنا نحسب قيمة هذا السؤال. هاي سنة 0، هاي سنة 1، هاي سنة 2، هاي سنة 3، بهمناش بعد هيك. في عنا الصفر $5، السنة اللي بعدها 5 مضروبة في 1 زائد جي 1 شيك. السنة الثانية تساوي نقدر نحكي 5 مضروبة في 1.04 اللي هي 1 زائد جي 1 للقوة 2. هاي حسبنا اياها. G3 بدها تساوي قديش دفعنا بالسنة اللي قبلها مضروبة في 1 زائد G2 اللي 5%. هاي حسبنا القيم بتاعتهم. هلا بدنا نلاقي PN اللي هي قديش بسوى للسنة الثانية. في السنة الثانية السهم راح يكون يسوى، حكينا D1 مقسومة على R ناقص G2، السهم راح يكون يسوى $82. هلا بنيجي بنحكي هون sum of cash flows، sum تاع cash flows هذا يساوي هذي هاي، بنحسبه للسنة الأولى والسنة الثانية. بعدين هلا ال present value تاع cash flows تساوي هذا مقسوم على 1.12 اللي هي 1 زائد R، هذا يساوي هذا الرقم مقسوم على 1.12 تربيع وهذا الرقم، فبيطلع معنا انه ال P0 intrinsic value تاع السهم يساوي مجموع هذول الرقمين، طلع معنا الجواب 73.6. نزلت طلع معنا الجواب 73.6. هذا بيعني انه intrinsic value او القيمة المحسوبة للسهم اقل
من القيمة الفعلية تاعت هذا السهم. لما تكون الانترنسيك فاليو أقل من الماركت فاليو هذا بيعني إنه السهم is overvalued. فنكتبهم هدول. لما PM بتكون أكبر من P0, P0 على أساس إنه هاي القيمة اللي إحنا حسبناها, في هاي الحالة بيكون overvalued. لما PM بتكون أقل من P0 هاي الحالة بيكون undervalued. تمام؟ فهيك بالنسبة لهذا السؤال. فبهاي الحالة نستنتج إنه السهم is overpriced. طبعا الثالثة هون شو بدها تكون؟ لما PM تساوي بالضبط P0 فهي الحالة بنحكي إنه fairly valued أو fairly priced. طيب هذا نفس الحل هو كله بس الأرقام اللي هون تغيرت. فهي حللت لكم إياها الأرقام نفس تاعت السؤال. كمان مرة variable growth model Lawrence Industries most recent annual dividend was 1.8. كمان مرة هون most recent annual dividend يعني هاي آخر dividend أخذناها اللي راح نسميها D0 كانت 1.8. The firm's required return is 11%. Find the market value of Lawrence's shares when. Dividends are expected to grow at 8% for 3 years, followed by 5% annual growth rate in years 4 to infinity. نفس الشيء بس غير G لصفر. نفس الشيء فرع C بس غير G لعشرة في المية. هون موجود عندنا الحل. نساوي نفس الحكي اللي سويناه بالسؤال اللي قبله بس بدل سنتين صار في عندنا 3 سنين هون. فهاي هلا باجي بعمل هيك هون. هاي السنة الرابعة هذا الحكي بدنا نطفه نخلي نغير بس الطريقة. هاي هون في عندنا 1.8 معطيات السؤال. انتم مش معي على الاكسل صح؟ طيب هينا على الاكسل شيت المعطيات تاعت السؤال اللي عندنا هون تغيرت. فاحنا بحاجة لانه نغير كل الحكي اللي كنا حاطينه هون, حاجة لانه نغير كمان كل هدول. نيجي على G1 هي عبارة عن 8% حسب فرع A, فهي 8%. G2 حسب فرع A عبارة عن 5%, فهي 5%. T0 عبارة عن 1.8. R لهذا السؤال عبارة عن 11%, وما فيش عندنا فيها. هاي بدل 2 years صارت 3 years. كل شيء تاني زي ما هو. فهنا في عنا DN D0 1.8 اللي هي نفسها هاي تساوي هاي. D1 تساوي 1.8 مضروبة في 1 زائد G1. ليش 1 زائد G1؟ لأنه إحنا خلال هاي الفترة في عنا G1, بعد هاي الفترة في عنا G2. فهذه كمان تساوي D1 اللي قبلها مضروبة في 1 زائد 8%. انتر. خلينا اذا بدنا كمان هذا عشان نخلي الارقام زي هي 1 زائد 8%. و كمان D3
تساوي دي 2 مضروبة في 1 زائد 8%. فهي حسبنا أول 3 dividends. الديفيدند الرابعة راح تكون على 5% مش على 3%، فتساوي هاي اللي قبلها مضروبة في 1 زائد جي 2. هون بدنا بعد ما حسبنا هدول بدنا نحسب قديش راح يكون يسوى السهم في السنة التالتة. ففي السنة التالتة راح يكون يسوى الديفيدند بتاعت السنة اللي بعدها مقسومة على R ناقص G2، لأنه بنحكي هون على الفترة دي حكون فيها G2. فهي حسبناه sum of cash flows تساوي sum بتاع هاي وهاي، نسحبه للسنين اللي موجودة عندنا، بعدين نلاقي الـ present value هذا تساوي الرقم اللي هون مقسوم على 1 زائد R للقوة حسب السنة اللي بنحكي عليها. فهون بنكمل بنحسب الـ present value لكل واحد من هدول، بعدين قيمة السهم اليوم بتساوي مجموع كل الـ present values اللي حسبناها رح تطلع 34.13 دولار. هلا نرجع للسلايد. هيك بنكون احنا حسبنا لفرع A تمام، وهي طلع معنا الجواب نفس الجواب الموجود هون. فهي الحل بالارقام، وفرجيتكم الحل بالاكسل. فرع B الاشي الوحيد اللي بتغير انه G2 بتصير صفر. شوف قديش حسبينا هون، بتطلع معهم 20.2. احنا في هذا السؤال لأنه already كنا بنيين المعادلات تاعتنا صح، فكل المطلوب منا أنه نيجي نحط هون صفر، أرقام كلها لحالها بتتغير. هاي طلع معنا الجواب 20.19 اللي هو تقريبا نفس الجواب اللي موجود في السلايدز، بس هذا الأصح والأدق. ولا فرع سي، أنتوا شايفين مش شايفين؟ هلأ شايفين. طيب فالإشي الوحيد اللي سويته كانت هاي 5%، فالجواب 34.12. بنحط هاي صفر بنكون جوابنا على فرع B كمان، فبطلع الجواب معنا 20.19 دولار، واللي هو تقريبا نفس الجواب اللي طالع بالحل المباشر. وبنشوف فرع C بيحكي لنا انه 10%، فبنروح كمان مرة على الاكسل شيت، محل الصفر هاي بنحط 10%، بنشوف انه قيمة السهم صارت 187.5. نرجع للسلايدز لفرع سي 187.9. الفرق هذا بالأعشار هو فرق أعشاري، لأنه بالحل احنا مختين بس 20، بينما بالإكسل مختين كل الأعشار. طيب حدا عنده سؤال؟